اليوم أعطينا الانطلاقة في يوم عظيم وهو يوم عاشوراء لهذا المسجد اللي راهو فريد من نوعه في القارة، يعني المسجد الذكي يعني يلبي كل المتطلبات من ناحية الإيكولوجية. مسجد سميناه المسجد الأخضر لأنه يقوم بهذا المهام، يعني فيما يخص تزويد بالطاقة الكهربائية راهو يستعمل اللوحات الفوتوفولتايك، وعندنا مام من ناحية المياه المستعملة عندنا رسكلة المياه، أي ما يخدم اقتصاد 50% من ناحية المياه، يعني نستعملها ما تروحش تضيع هكاك، نعاودو نستعملوها. هالمسجد فيه 8200 متر مربع، الطابق الأرضي مخصص للرجال وبسعة 2500 مصلي، الطابق الأول مخصص أيضا للرجال وبسعة 1500 مصلي، والطابق الثاني مخصص للنساء وبسعة 2000 مصليات.